صباح النور هيفا، تحية ليك، تحية لكل مستمعي ومشاهدي بعد الديوان. موجود اليوم هاي هنيك الرواية كيف تدوق مع الكمامة هذه، خاصة الكمامة فما الأفكار فما تقريبا في الرمضان. الحمد لله اكيد وين صبتم، لكن مثلا نقول واحد من الصب تربح الحمد لله يا رب. اكيد احنا الان اليوم موجودين حيث الصبح فقط كالعاده، لكن بالنسبه لي نعرف شنو الاسعار والاسواق لهنا، وشو صارت عندنا خبره على الاسعار في الاسواق المختلفه. أو الفم حتى الحارة هذا الشهروس، هذا كيف كيف يوم شهروس 980، كيف كيف الطماطم اللي ما مسعرة ب 19 دينار، 900 دينار، هذه مش مسعرة. هذه بتاع البطاطا الجديدة اليوم بدينار و500، فما لهنا فما الفحوص هنا ب 950. هذه فكرة على الشباب احنا شنو الموجود. خلينا نشوف كيف الاسعار اخرى زاده. كيف 5800 مش ماشي خوك، قداش الخوك؟ 3980. عايشك سي عماد، يعطيك ربي فرحان زين. المشماش ب 5800، الخوخ ب 3950، هذا كيف كيف 3980، زاد الخوخ هذا موجود. خلينا نشوف زاد فكره على هذه فكرة هيفا كذا قاعدة تشوفها معنا في الصورة اللي هنا اليوم موجودة، فما ب 6800. لا موجودة بالحق، الأسعار اللي بالحق الخبار الموجودين هنا الأسعار كلها موجودة في الزبطة، فما كانش يكون خبار ما عندوش الأسعار. خلينا نكملوا زادا البوتقة لهنا ب 5000، هذايا فما ب 4980. دونك خلينا زادا كيف نمشيو للدقلة. لا الدقلة بقداش الدقلة؟ 4500. هذا ربي يعطيك ربي يعطيك.
عايشة فكرة على الأجواء هنا كما مخلين قرب له الميكرو هيك هذا مقتني نلتقي بيت مليار وصفوها بشاطة هيك